لا المنتخب الليبي. عشان كده مع حضراتنا مع حضراتكم هنروح لطبعا برج العرب، استاد برج العرب. معانا طبعا زميلنا طبعا مراسلنا مراسل قناه النادي الاهلي محمد توفيق. بنقول لك مساء الخير يا محمد. النهارده يوم مهم جدا من خلال طبعا اخر تدريبات منتخبنا القومي اللي بيستعد بقوه لمباراه المنتخب الليبي بكره. عايزين نعرف الاجواء، التدريب كان ماشي عامل ازاي، وكمان نعرف من خلالك كمان كان في مؤتمر صحفي لكروش، نعرف تفاصيل. قول لنا الاخبار عندك ايه. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي ليك ولكل مشاهدي برنامج المحترف في كل مكان وكل جمهور النادي الاهلي العزيز. يعني بالفعل مع حضرتك من هنا من استاد برج العرب بالاسكندريه. منذ لحظات قليله انتهى التدريب الاخير للمنتخب المصري استعدادا لملاقات ليبيا ان شاء الله في تصفيات كاس العالم في الجوله الثالثه من تصفيات المجموعه السادسه. خلينا اطمنك في البدايه على منتخبنا، يمكن الاجواء اكثر من رائعه. انا عايز اقول لك حضرتك طبعا كنت نجم كبير وكابتن منتخب مصر، فاكيد واصل لك الاحساس دوت. عايز اقول لك من زمان جدا ما شفناش لاعب منتخب مصر الوجوه بان عليها جدا الاريحيه، اللاعبين في حماس خاصه المحترفين وبشكل خاص قائد المنتخب محمد صلاح يمكن بان عليه جدا الاريحيه، واللاعبين كلهم في حاله معنويه اكثر من رائعه. ان شاء الله ده يتكلل ان شاء الله باداء ونتيجه باذن الله تكون موفقه غدا. خليني احكي لك بقى عن تفاصيل يوم من بدايته كابتن هاني. يمكن الساعه 6 ربع كان المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب مصر مستر كارلوس كيروش، يمكن اتكلم في المؤتمر في البدايه، وجه التحيه لوسائل الاعلام المتواجده جميعا واللي بتغطي المنتخب في كل مكان، يمكن طلب المسانده من الاعلام وقال يعني يا ريت تجاوبوني لو متحمسين لمسانده المنتخب، ولما الناس كلها جاوبته قال يا ريت كمان تبقوا بنفس الحماس ده بكره ورا المنتخب بعد انتهاء المباراه. يمكن طلب بعد كده توجيه الاسئله من الاعلاميين والصحفيين المتواجدين. يمكن كان اول الاسئله عن اصابه الشناوي فقال لا طبعا دي معلومات مغلوطه، الشناوي ما كانش مصاب، هي بس مجرد كدمه وده شيء عادي جدا يحصل في التدريبات، لكن الشناوي بحاله جيده وال24 لاعب بكامل عددهم من المتواجدين في معسكر المنتخب في حاله اكثر من ممتازه، وان شاء الله نخش مباراه الغد بصفوف مكتمله. كمان اتسال عن الانسجام ما بين اللاعبين المحليين واللاعبين المحترفين، قال طبعا كنت اتمنى ان الفتره الطول في تواجد اللاعبين مع بعض لكن دوت المتاح خاصه في ظل لوائح الفيفا، لكن طبعا يعني بيقدم الشكر لجميع الفرق المحليه انها سمحت للاعبيها انها تتواجد معاه من فتره مبكره، وكمان المحترفين اللي وصلوا بدري زي احمد حجاز اللي وصل قبل باقي المحترفين بيومين. قال طبعا كنت اتمنى الفتره الطول لكن ده المتاح واحنا في مرحله التحضير وهنشتغل على المتاح، اهم حاجه ان احنا نظهر بكره بمظهر مشرف يشرف جمهور مصر. وقال كابتن هاني ان مصر او منتخب مصر محظوظ انه يمتلك مجموعه كبيره من اللاعبين اكثر ميزه تميزهم هي الانضباط والالتزام وهي القتال من اجل زي ما قلت تيشيرت منتخب بلدهم، وان هم متحمسين جدا ان هم يسعدوا غدا كل الشعب المصري. كمان سأل عن مدى استيعاب اللاعبين لطريقته، قال انا بخبرتي الدوليه في المنتخبات لا اميل الى احداث ثوره في التشكيل او ثوره في طريقه اللعب، احنا في بدايه التحضير اهم حاجه بكره نظهر بشكل اكثر من رائع نكون افضل من الفريق اللي قدامنا، لان استحاله تكسب بالاسماء او بالكلام، الحاجه الوحيده اللي تقدر تخليك تكسب في مباراه انك تكون افضل من الفريق المواجه ليك. كمان لما اتكلم عن حظوظه وايمانه باللاعبين والثقه فيهم قال بالطبع احنا بنقابل منتخب ليبيا انا من وجهه نظري ان هو افضل منتخب في المجموعه بالارقام، منتخب ليبيا هو متصدر المجموعه بست نقاط، وانا بعتبر ان التصفيات عباره عن مباراه من ست اجزاء، انا لعبت جزئين جبت فيهم اربع نقط، منتخب ليبيا لعب جزئين احرز فيهم ست نقط، يعني انا داخل المباراه غدا متاخر بنتيجه 6-4، اتمنى ان بعد نهايه المباراه اكون متقدم بنتيجه 7-6 لليبيا واكون في صداره المجموعه. كمان كابتن هاني يمكن يسال عن مباراة العودة، قال طبعا أنا ما بفكرش مباراة العودة، أنا عندي مباراة واحدة بس هي نهاية العالم بالنسبة لي، هي مباراة الغد هي دي اللي بفكر فيها، بعد مباراة الغد أفكر في أي حاجة تانية، لكن أنا مشغول غدا بمباراة ليبيا ولا شيء غيرها. كمان سأل عن التشكيل، قال طبعا أنا ما أقدرش أتكلم في التشكيل لكن أنا بمتلك 24 لاعب يمتلكون الروح القتال في الملعب، فخور بيهم جميعا، فخور إني بمتلك هذه المجموعة من اللاعبين. قال يمكن جاهزيه ال 24 لاعب اصابتني بالصداع ولكن الصداع جيد للغايه وانا سعيد بيه جدا، يا ريت كل الصداع يبقى بالشكل دوت ان يبقى عندي 24 لاعب جاهز، انا محتار ابدا بمين فيهم. كمان يمكن وجهت له سؤال يا كابتن هاني في نهايه المؤتمر، قلت له يعني اكيد طبعا مش هنطلب منك انك تقول الخطه او التشكيل لكن هل استقريت بشكل كبير على الخطه والتشكيل هتبدا بالمباراه؟ قال انا مش عايز اتكلم في شيء محدد، الحاجه الوحيده بس اللي عايز اتكلمها واوعدكم بيها ويا ريت توصلوها كرساله لكل جمهور المنتخب المصري ان بكره ان شاء الله هتشوفوا فريق عظيم جدا، فريق مش هيبخل بنقطه عرق داخل المستطيل الاخضر، هيقاتل لاخر لحظه لتحقيق الفوز ويعني اسعاد جميع افراد الشعب المصري. بعد نهايه المؤتمر يمكن كان التدريب الاخير لمنتخب مصر كابتن هاني في تمام
السادسه يمكن التمرين استمر لمده ساعه وربع يعني منذ لحظات قبل ما ادخل المحرقه على طول كان المنتخب طمنا يا محمد طمنا على اجواء التمرين كانوا متواجدين ده يعني احنا حابين طبعا من خلال المؤتمر الصحفي زي ما قلت حاجه في البدايه كابتن هاني لا المؤتمر الصحفي طبعا يمكن في بعض الاسئله هسالها لك لكن طمنا على اجواء التمرين الحاله المعنويه للعيبه اكيد انت شايفها في الملعب وجود محمد الشناوي بشكل خلاص هو حتى الراجل من خلال المؤتمر الصحفي قال ان هو هيكون ان شاء الله يعني جاهز للمباراه طمنا على حاله اللعيبه داخل الملعب الاجواء داخل الملعب الحاله المعنويه للعيبه واعتقد زي ما انت قلت او هو كمان كيروش قال ان الحاله المعنويه عاليه جدا عايزين نطمن من كمان من خلالك انت كنت موجود يعني بجانب اللاعبين اشرح لي حاله اللاعبين دلوقتي يعني زي ما قلت لك كابتن هاني يمكن كمان كلامنا هيبقى مدعم بالصور اللي هتبقى مع حضرتك من تدريبات المنتخب يمكن حاله معنويه مرتفعه جدا اللاعبين ظهر عليها جميع اللاعبين يعني خلينا نتكلم بصراحه زي ما قلت لحضرتك انت كنت كابتن منتخب مصر وتحس بالاجواء دي من زمان جدا ما شفناش منتخب مصر اللاعبين فيها حاله من الارتاحيه تحس ان المنتخب فعلا من زمان ما شفناهوش واحده في زي ما بيقول يعني التحام بين اللاعبين تحس ان فعلا الفريق ايد واحده كل الفريق بيسعى لهدف واحد وهو تحقيق الفوز بكره يمكن كمان محمد صلاح ان المحترفين بشكل خاص ظهر عليهم الارتياحيه يمكن حماس في التدريبات كان في بس جزء اول ربع ساعه من التدريب هو اللي كان مفتوح ولكن بعد كده تم اغلاق المران امام جميع وسائل الاعلام لكن بشكل عام بحب اطمنك كل اللاعبين حالتهم الفنيه والبدنيه والطبيه اكثر من رائعه كمان الحاله المعنويه زي ما قلت حاجه زي ما شفناها وشاهدناها لا الحاله اعتقد مختلفه جدا عن المباراتين السابقتين اعتقد ان ده ان شاء الله يكلل بالنجاح ويبان على اللاعبين في الملعب طبعا حضرتك عارف ان الحاله المعنويه والنفسيه للاعبين وعلاقه اللاعبين ببعضهم بتنعكس بشكل كبير داخل المستطيل الاخضر وده يمكن اللي شفناه من حاله التفاؤل اللي موجوده على المدير الفني وكمان اللاعبين في الملعب صحيح انا بتفق معاك تماما من الواضح من خلال الصوره اللي هي احنا يمكن شايفينها دلوقتي حاله اولا جزء كبير من التركيز الجزء الاخر وده مهم جدا حاله من انواع التفاؤل ولازم يكون التفاؤل ولكن التفاؤل بحدود شايفين محمد صلاح مع النني يعني كمان ومحمد صلاح بعد التالق الكبير في البريمير ليج خاصه في المباراه الاخيره اعتقد كمان بيدي طاقه ايجابيه للاعبين بشكل كبير جدا مش محمد صلاح بس على مستوى كمان كل لاعبتنا المحترفه حجازي ماشي بشكل اكتر من رائع موجود وجوه جديده من محترفين زي عمر مرموش طبعا لاعب طبعا شتوتجارت في الدوري الالماني كل ديت اعتقد مهم جدا بتدي روح ايجابيه ولكن على الجانب الآخر يا محمد كمان لازم كمان المنتخب الليبي أخبار المنتخب الليبي إيه؟ هل المنتخب الليبي هيتدرب يتدرب قبل المنتخب ولا لسه عنده جرعة تدريبية في استاد بعد يعني عنده تدريبة رئاسية أكيد بعد المنتخب بتاعنا ما يخلص تدريبه اشرح لنا برضو الأجواء على مستوى المنتخب الليبي لأنه مهم جدا كمان نعرف الخصم بتاعنا معنوياته إيه لعبته إيه عنده بعض الغيابات هل بيستعد بشكل قوي يعني عرفنا كواليس المنتخب الليبي الموجود حاليا في برج العرب بالفعل كابتن يمكن ده هيبقى محور حديثي لكن قبل ما اروح لمنتخب ليبيا يعني اخر تفصيله في تأثيرات المنتخب يعني في تفصيله صغيره لكن حضرتك بخبرتك اكيد عارف دي تعني ايه يمكن في كل الفترات اللي فاتت محمد صلاح كان بيبقى بعيد جدا عن وسائل الاعلام تحس انه بيتدرب في جزء شويه بعيد عن وسائل الاعلام النهارده محمد صلاح والاول مره من فترات طويله لا محمد صلاح كان متعامل انه يكون الجزء اللي فيه وسائل الاعلام هو اللي كان واقف واكيد الصور عند حضرتك كان بيتدرب كان يعني اكيد شايف الحاله المعنويه والنفسيه اللي كان ظاهر عليها فدي اعتقد كانت رساله طمانه لكل جماهير مصر على الجانب الاخر المنتخب الليبي يمكن المنتخب الليبي وصل مبكرا جدا لاسكندريه من يوم الاثنين منتخب ليبيا موجود هنا يمكن زي ما قلت حضرتك ان شاء الله يعني بعد دقائق قليله هيكون المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب ليبيا الاسباني خافير يعني ان شاء الله بعد دقائق قليله يمكن المنتخب الليبي زي ما قلت حضرتك وصل من بدري جدا هيكون كمان يعني زي ما الناس اللي تابعت التدريبات والاخبار اللي جايه اللي اتكلمنا فيها مع الاشقاء الليبيين المتواجدين الوفد الصحفي اللي موجود هنا ان طبعا الاعتماد بشكل كبير جدا على مؤيد اللافي وحمدي الهوني اللي وصلوا مع الفريق وفي حاله بدنيه وفنيه اكثر من رائعه ان شاء الله بعد المؤتمر الصحفي اللي طبعا هنوافي حضرتك بكل الاخبار اتقال فيه للمدير الفني خافير المدير الفني الاسباني لمنتخب الليبي هيكون في تمام الساعه الثامنه طبعا وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولي فيفا هيكون تدريب المنتخب الليبي على نفس ملعب المباراه ملعب برج العرب هيكون في تمام الساعه الثامنه وهيستمر كما هو مقرر لمده ساعه ونصف على ارضيه الملعب كما تنص اللوائح الاخبار كلها اللي طالعه من المعسكر الليبي ان الفريق مستعد بشكل قوي طبعا جايين بحاله معنويه مرتفعه خاصه وهم جايين متصدرين المجموعه بيتكلموا شويه عن الخلفيه التاريخيه وان هم دايما ليهم نتائج مميزه مع المنتخب المصري لكن اعتقد مستر
مستر كيروش يعني اتفرج كتير جدا على المنتخب الليبي ولفت النظر، واعتقد ان الراجل مدي منتخب ليبيا حجمه وزياده وعامل حسابه ودارس كل نقاط القوه والضعف في المنتخب الليبي، وان شاء الله كل دوت يكلل ان شاء الله بالنجاح واضافه 3 نقاط يضعونا في صداره المجموعه، وبعد كده ان شاء الله نفكر في مباراه العوده اللي هتكون في ليبيا باذن الله، وان شاء الله المنتخب يحصد يعني نتيجه ايجابيه من المباراتين تضعه في المقدمه ويكون كمان ان شاء الله سلمه او خطوه نحو الصعود ان شاء الله للمرحله الثانيه. محمد بنشكرك شكرا جزيلا وتحياتنا، ننقل تحياتنا طبعا لكل اللاعبين والجهاز الفني ونقول لهم احنا اكيد سبورت وراهم كلنا، مش احنا بس كل مصر ورا منتخبنا. بكره ان شاء الله مباراه تكون بدايه جديده لمنتخبنا ان شاء الله نعتلي بها صداره المجموعه وتبقى ان شاء الله طريق لكاس العالم. محمد توفيق مراسلنا من برج العرب نشكرك شكرا جزيلا.